علاش كنشجعوا الفريق ديالنا؟ علاش كنشجعوا المنتخب الوطني؟ علاش كنبغيو كرة القدم؟ علاش كنفرحوا فاش كيربح؟ علاش كنحزنوا فاش كيخسر؟ L'équipe, je m'excuse pour cette défaite qui était un peu décevante. That's football, you know. Sometimes you miss, sometimes you score, and most of the time I scored. And yeah, it was a bad moment to miss, but I missed. سعد عبيد القراب المشجع المغربي الوفي ككل مرة تبع المنتخب المغربي لمصر لمتابعة كأس إفريقيا. شهرين وانا كنت نوجد لهذيك التصافيرة للقاهرة حيت كنت فريمون معول نمشي نشجع المنتخب من بعد ما وقع لينا في روسيا وفهمتي كلشي بقى فيه الحال حيت المغرب لعب مزيان قلت بان سيغمون في هذا الكان المغرب غيدير واحد النتيجة واعرة ومشيت وجدت راسي تيشبهوا بزاف التروبه اللي عندنا في المغرب في كازا سيرتو هذاك لو ديكور تاع لوسمانيا هذا البنيه هذا شويه قديم كاين بزاف تاع التشابهات السلام عليكم كيف الحال كلشي بخير الحمد لله من فضلك عندك خط هاتف تليفون سيم كارد عندي عندك كم شحال 20 اوكي اوكي ماشي هاك شكرا تفضل مع السلامه سلام
مقهى ملتقى المنصور بحي يعقوب المنصور. دريس ويوسف يوم افتتاح المنافسة الإفريقية كيقوموا بآخر التحضيرات قبل انطلاق الحفل الإفريقي. بارك الماتش كان مع ثلاثة ولا مع أربعة ودوكا كانت الشمس مازال سخونة وجدت حويجاتي وجدت توني وجدت الصوت ديالي حيت كنت معول نغوت جينيرالمون ملي تمشي الماتشات وتنغوت ديما تنرجع باح. الملعب من هنا؟ أيوة من هنا الطريق استاد السلام. واليوم ماتش مهمة، المباراة مهمة اليوم، خاصنا نفوزوا ضد ناميبيا باش يكون مورال، يكون هو هذاك فهمتي، يكون ان شاء الله. دخلنا للتيران صاد بقينا نتسناو، حنا كعرف خاصك تجي ولا بودا واحد ساعتين قبل، بقينا نتسناو في هذاك الشمس، هذاك التيران ما كانش فيه الظل، وبقينا نتسناو وباقي عاقل شحال شربنا من قرعة الماء، شحال دبرنا من كاسكيطات باش فهمتي نتخباو على الشمس، زعما لي كونديسيون كانوا فريمون صعاب. وكانوا بزاف المغاربة تا هما جاو باش يشجعوا، سكي في كو حسينا بواحد الحماس حنا كمشجعين، وكنا فريمون كنا تايقين بان المغرب غيدير واحد الريزولتا، واحد النتيجة اللي تنتظروها سورتو في البرومي ماتش. التيران ما كانش عامر ولكن المغاربة كانوا بريزون. حفيد القاسمي سائق تاكسي وصديقه عبد الرحيم فارس، جوج ديال الاصدقاء ومشجعين مغاربه اوفياء مقابلات المنتخب الوطني المغربي. Thank you.
كجمهور كنا جايين باش نقلبوا على النتيجة سورتو في الماتش الأول، ما كانش عندنا الحق باش نخسروا. ربح المغرب بواحد الطريقه اللي تفكرنا ايران في كاس العالم، ولكن ربح لو بلوز امبورطون سيتي النتيجه. مع خرجنا بالي بزاف الناس اللي كانوا تما تيحتفلوا بحال كنا دزنا للجروب الثاني. بون الجمهور هو خارج، انا في البيت الاخر غوت وما بقاش عندي الحلق فريمون عيان، دونك غنمشي للدار ندوش نعس ونشوف ان شاء الله بور لو ماتش بروشان. ايحا يلا جيت لمصر وبيان اونتوندو كان خاصني ولا بودا نمشي نشوف الاهرام اللي هي لون دي سيت ميرفي دو موند. هنا بنادم كلشي تيجي تتفاجئ ملي تيشوف هذا الشيء كيفاش بناه بنادم، وحتى انا تنتفاجئ. واليوم قلت غنحاول ندير واحد الحاجه اللي هي جبت معايا الكره ونمشيو نحاولوا نديروا دخله ونطلعها مع بنادم اللي كاينين هنا. يلا اللعب الاول انا بالكره سواجب هوب هوب هوب. اهلا وسهلا. مرحبا بك. كيف الحال؟ كل شيء بخير؟ إبراهيم. سعد من المغرب. ونعم. إبراهيم من مصر. والله عندكم مكان هنا جميل جدا. طبعا التاريخ كله بين يديك اهو، مرحب 5000 سنة اهو. قل لي حاجة على الصداقة ما بين الأهل المصري والأهل المغربي. أنتوا إخوة عرب قبل الرياضة. شكرا. فمين اللي يكسب مش دي المشكلة، الكرة الحلوة نشجعها. إن شاء الله يكون في النهاية مصر والمغرب. إن شاء الله أنا أتمنى مصر طبعا والمغرب الثاني. تحية للشعب المصري. وتحية للشعب المغربي. شكرا. احمد مهدي شريطي ممتازة، السن ديالي 26 عام. جينا من فرنسا باش نشجعوا المنتخب الوطني انا والزوجه ديالي، والبنيته ديالي صغيره عندها عام وخمس شهور، والاخ ديالي حتى هو عنده 20 عام. مراتي لبنانيه ولكن ولات مغربيه 100% بريسك 200%. ايموشنيل معايا، هي كتشجع معايا في المغرب وكيعجبها المغرب وكتمشي للمغرب في اي وقت. بريباراسيون باش جينا للقاهرة، جينا اون تو ريزيرفي اون لين،
كنت انا ديجا سبق لي مشيت لشجعت المنتخب الوطني في روسيا، وكنت قبل صغير كنت فرج المنتخب الوطني في المغرب، كنمشي سواء مع واحد خالي سواء مع الاب ديالي الله يرحمه. هو منين جاني داك الالهام ديال التشجيع ولا كيعجبني نمشي للتيران نتفرج في المنتخب الوطني نشجعهم. البريباراسيون ديال الماتش الكوت ديفوار كانت كيما اي بريباراسيون ديال اي ماتش ديال المغرب، حتى ولو كان اميكال كان بريباري بنفس الطريقه. عندي كما كيقولوا طقوس ديال البريباراسيون ديالي. كان ديجا الماتش كيكون بالليل، ما كيدوش الوقت دغيا، كنفيق بكري، ما كيجينيش النعاس بالليل، كنعش بزاف كنفيق. فقنا مع 10 الماتش، بريبارينا، فطرنا، لبسنا حوايجنا. سعيد كربشي حلاق والابن ديالو مراد عندهم نفس الحب للمنتخب الوطني المغربي، ومادام محل الحلاقه قريب من المقهى فما كيفلتوا حتى مقابله للمنتخب الوطني المغربي. بابا ماتش ها ها الله خايب واحد شويه دابا يلا ها Yeah.
بشوية. كما اي ماتش كيكون الحماس كيكون الادرينالين طالع ديال على حساب الماتش. اتيكا اتيكا والله ما كاين اتيكا لا والو تيسالي الماتش. العريضة عباد الله we'll be right back.
كنكونوا متحمسين وجايين على اساس باش شاك ماتش ندخلوا له غادي نربحوه. ماتش ثالث جنوب افريقيا هذيك الساعه حنا رابحين فهمتي دايزين مي دخلنا فهمتي كنا معولين ان نربحو. Pendant mon séjour, تعرفت على سعد عبيد. Je l'ai contacté par mail. Drif, il m'a répondu. Le match de Djanoub Afrika, je l'ai vu au stade. خويا فين صافا كي داير شي بخير اهلا الله يفلح الله يفلح شوفي اسميتها يارو يارو شرفين صافا الله يحشيك بخير لا لحظه بون واحد المشجع مغربي ساكن هذوك الجاليه المغربيه اللي ساكن خارج المغرب وتعرفت عليه في الفيسبوك كتب لي ميساج قال لي راه ديجا تبعت داكشي اللي كنتي درتي اجي نتلاقاو تلاقينا كانوا جاوا بزاف الناس عاوتاني من كازا باقي عقلي انا كنت في الجروب واتساب تاع المشجعين ها اللي ياخذ البي ديالو عايجي عايجي حيت قالوا بينا مع دايزين وإلا ربحنا هذا الماتش أو موان اللي يجي يتفرج في ويتيام دو فينال. العب يا مغرب العب يا مغرب ما كنظنش فيها. دخلنا للتيران داكشي كلشي داز مزيان أونكوغ أون فوا عطينا واحد ليماج زوينة تاع بلادنا. مشجعين قاعدين نربحوا الماتش ديالنا مع الجمهور واللاعبين حتى هما غادي يربحوا الماتش ديالهم مع في وسط رقعة الميدان. هاد المقهى اللي كتعرف رواج كبير في اللقاءات ديال المنتخب الوطني اللي كتحضر فيهم الروح الوطنيه الناس كيعبروا على الروح الوطنيه والحب ديالهم للوطن من الناحيه الرياضيه الماتشات ديال المغرب كيعرفوا واحد الرواج كبير واحد الاقبال كثيف وكتكون الخدمه فيهم تبارك الله الله يسخر الجميع زيادة على الناس اللي مولوعين بالمقهى انهم كيجيو يشربوا القهوة ديالهم المعتادة كاين الناس اللي والعائلات اللي كيجيو ملي كيكون المنتخب الوطني كتحرك فيهم ديك الروح الوطنية انهم كيحبوا يشجعوا المنتخب الوطني والحمد لله كدوز الامور في ظروف جيدة
التشجيع والفرحة كتعم فرحة وكيكون فيها كما كيقول المثل المغربي حجو حاجة في نفس الوقت أنها فرحة للناس وفي نفس الوقت أنها رواج للمحل. قلنا حنا مع الدراري اللي كنا تما وكجمهور قلنا بان الا تربح هذا الماتش المورال ماشي يطلع المورال غيطلع مزيان. الموجه 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 كل ماتش غوت 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 شجعت في الاخر باقي عاقل هذاك التيشيرت ديالي عصرته في الاخر. ما تضيعش من هذا راه جولي وهذا كوست عرفتي هذا النهار هو لونجي ماتش. المغرب ربح عاوتاني وهنا مشى لي الصوت ديالي بحيت. توتال مان اوف ذا ماتش بلاير نمبر 14 فروم تيم موروكو مبارك بوسوفا. المباراة القادمة هنا في استاد السلام سوف تقام في 9 مساء بين منتخبي تنزانيا والجزائر. مي بون عرفت بو لا بون كوز حيت في الاخر ربحنا وديك الساعه بان لي بين الامل صافي طلع الجمهور كثر المغاربه كانوا كلهم تما متحمسين وفهمتي زعما تتحس بان كل واحد مع الاخر تتحس بهذيك الوطنيه تتخرج فهمتي اللي ما تقدر ما تشوفهاش هنا في المغرب حيت بون تيكون الشامبيون راه جاويداد ولكن خارج المغرب هذيك الوطنيه حسيت بها وحسيت براسي فخور نكون مغربي هذيك الوقيته. معايا لبسات القراب ولبسات القراب قلت غنخرجها في واحد المناسبه اللي هي مهمه.
الو الو خويا سعد فين اخويا صافا صافا كلشي بخير الحمد لله انت بخير انا واجد اخويا جالسين نديرو شي واحد لاكارت ونجمع حويجاته ونهبط اوكي صافا حنا كنتسناوك انايا لتحت في لا ريسبسيون وصلتو وصلنا ديجا حنا يلا يلا انا جاي غازي صافا شوف وي اليوم راه جبت الفوكس عرفتي صافي غنحيها مشينا الصوت مشينا الصوت راه كاين باش اللي يعاوننا غنديرو لونفيونس ان شاء الله يلا تهلا تشوفو دابا لتحت ما يكونش لي فوت النهار وصافا ها هو جسد خويا سعد كي داير شي بخير سلام صباح كي داير شي بخير سلام كلشي بخير جاتكم مزيانه 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 اليوم الامبيونس يلا مشينا يلا زيد نعس مسكنا تصفق في الستاد يلا نمشيو نعيطو شي طاكسي ولا اليوم سكور انا 2-0 انا بغيت نقول لك 3-0 ولكن حشمت نقول لا ويتي دابا دوزيام تور شويه كيكون الجو فيرمي صافي 2-1 وعرفتي شنو 2-1 وايت ماركا البيت ديالهم 2-0 باش ارتاحوا ويماركيو حتى للدارنيغ مينوت هذا هو السيناريو اللي مزيان والله ماركيو بيت الشرف داكشي فير بلاي زعما خاص ميم با 10 مينوت الماتش شوف يلاه شحال ساعه يعني وصل غيبدا بغينا نشوفوا اللي من ناسيونال بعدا هو نجريو اللي بغيتي نجريو واحد ولكن هي هذه تبقى روتار تلحق علينا من بعد فازي بزاف الناس جاوا من المغرب اللي تنعرف جاوا خذوا الطياره باش يشوفوا هذاك الماتش وصافي الحماس ماشي الحماس لا تتحس بواحد الاجواء اللي صافي لبينا فهمتي لبينا المغرب اللي كان فينال لبينا فرقه صغيره بكل احتراماتي لبينا ولكن فرقه ماشي مستوى تاع الجزائر ولا السنغال ولا الكامرون ولا وكل شيء زعما كان قايل بينا نربحوا هذاك الماتش هادو ما خصهمش يعطلوا معاهم اواليدي 15 مينوت الاولى البيت
مشيت مع التيفوات مع الليل طرا تاع المغرب، مشينا لوسط التيران، واحد لومبيونس نايده ما حبسناش حتى واحد، ما حبس اللي جايب شي تعريجه اللي جايب شي هذا اللي يدين تصفاق، عاتي كانت لومبيونس واعره. ما كاينش الفار في هذا الماتش ياك من الدور الثاني ولا من الربع حتى الكارت فينال. اعطيني شده الكبازو ماركا هما الاولين في ديك لاكسيون تاع والو، لوغ حنا كنا مدومينيين فهمتي، زعما الماتش كان ديالنا كنا معولين بان حنا نماركيو البيت الاول. الناس كلهم اللي كانوا تما تيقولوا ما يمكنش ما نماركيو، زعما راه عيط ماركا البيت عيط ماركا، دوك بقينا تنغوتو تنشجعو وفون دو نو كنا تايقين بان عيط ماركا البيت. تمارك البيت وهذيك الساعة تيانا نتهز عاتي كل شي فرحان. فهذيك الوقيته كاينه الرايه المغربيه هي اللي كاينه، كل شي رافعها وكل شي تيغوت والنشيد الوطني. هذيك الساعه تعادل، مي قلنا التعادل في لانسي قلنا المغرب عايزيد بيت. تيقول يا حنا الماركيو حنا الماركيو حنا الماركيو بيلانتي. صفر بيلانتي، كلشي عنق اللي حداه كلشي بدا يحنقز، صاي ربحنا الماتش.
ما كانش يتصور بينا يتزقل. أتي هذه كرة بعد المرة تتحس إلى عندك شي فرصة وتتزقلها والفرصة الثانية تتزقلها وهذا تتعرف بين كرة بين لا شانس على الدور وبين من بعد تقدر تصيد من بعد هذيك الوقيته قسما بالله زعما في الجمهور كل شيء اللي كان تما هبطات شي حاجة مشات بحال حسوا بين هذا الماتش مشى لينا عزيز ما عادش نقدر نشدهم والله ما عادش نقدر نشوفهم بالله كان سيناريو صعب سيناريو خطير ديال الماتش ومتسال الماتش مع البناء وما تأهلناش عشي بلي تبكي بنت لي مرات وتتبكي بنت لي بنت وتتبكي تما فين تنقول بنا ما كانش عندنا الحق نفلتوا هذاك الماتش ما كانش عندنا الحق نفلتوا هذه الفرصة وزياش ما كانش عنده الحق يزقل هذاك البيلانتي Not a good feeling, it was a bad feeling, but you know, sometimes you score and sometimes you miss, that's part of football, and then, you know, you have to deal with that also, and then my feeling was bad after the count, but yeah, like I said, I have to deal with it, and yeah, it doesn't, it make me feel stronger after all. Ziyech ما عندوش حق يزقل هذاك البيلانتي مي او ميم طون ما يمكنش ندير راسي في هذاك اللعاب حيت هذاك حيت ساهله ملي تكون جمهور تقول فهمتي ساهله ولكن تتفكر بان هذاك السيد راه عزيز على بلادو لاعب المغرب محترف فهمتي وقعت بزاف الناس باجيو في كوب دي موند وقعت هذه كره تيتزقلو بيلانتيات علاش كنشجعوا الفريق ديالنا علاش كنشجعوا المنتخب الوطني علاش كنبغيو كره القدم علاش كنفرحوا فاش كيربح علاش كنحزنوا فاش كيخسر لان المده 90 دقيقه كنعيشوا عده احاسيس احنا ديما كنبقاو كنشجعوا المغرب في الخساره في الرباح نتاهلوا ما نتاهلوش كنبقاو ديما اسود ومع الاسود لان المده 90 دقيقه كننساو شكون حنا كننساو فين حنا في وسط ملعب في الدار او في مقهى حاجه واحده اللي ما كننساوش
هي الفريق اللي كنشجعوه بكل الطاقه ديالنا. الى ربح كنفرحوا، الى خسر كنحزنوا، ولكن مع ذلك كنبقاو كنشجعوه، لان من دون مشجعين، من دون محبين لاي فريق، فالفريق ما يمكنش يكون. المشجعين الحقيقيين ماشي هما المشجعين النتائج، سواء خسروا سواء ربحوا كنبقاو ديما مع المغرب، ومازال ان شاء الله في 2021 و2022 الى تاهلنا لكاس العالم غادي نكونوا معاهم وكنشجعوهم بكل الطاقه ديالنا ماديا ومعنويا. De continuer à nous supporter et de croire en nous, parce que nous, Inch'Allah, on va faire le maximum sur le terrain et de faire quelque chose de bien, Inch'Allah.